بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل النماذج الاسترشادية بتاعتنا اللي احنا بنعملها بناء على امتحانات السنين السابقة، واللي انا بشكر الطلبة المحترمين فيها اللي بيقوموا بالشير الفيديو اللي هو بيستفيد منه. تراجعوا، انا النهاردة في امتحان 2013 نزلت 2011 و2012 وعملت فيهم تحديث، والكلام ده من قبل النموذج التجريبي، وطابق ما بيني وما بين النموذج التجريبي هتلاقي النموذج التجريبي جا زي ما انا عامل بالظبط، حتى في الاسئلة الجديدة، حتى في اسئلة الاسي رايتنج جاي يا جماعه الاسي رايتنج طبقا للنماذج اللي انا عاملها في تحديث 2011 وتحديث 2012. وما تقوليش ده قديم، لان الانجليزي ده في تجدد على طول، وانت الماده الوحيده اللي ما تقدرش تدخلها بكتاب المدرسه، انت عارف كده كويس. هنحل نموذج استرشادي بمواصفات حديثه مبني على 2013، يعني جمل من 2013 وفيها التاتش بتاع النماذج الحديثه، وشفنا واحنا عاملين الترجمه قبل اي حد، تمام؟ زي ما النماذج جت فاينانس كورس ات كوليدج، هنا عندي تعبير اسمه انرول اون، يعني سجل اسمه فيه. علي فور ورك فور اوفر ا يير بيفور هي فاينلي جوت ا جوب. علي كان في الوظيفه دي بيفور، هنا طبعا الكلمه الداله، فعشان كده هناخد هاد، بس هاخد هاد بين لوكينج، وده على فكرة في المنهج الملغي، بس انا حطيتها طبعا لانه شبه الماضي التام، فانا حطيته لك هنا، واقول لك لما اكد لك على الاستمرارية اختار الماضي التام المستمر. My cousin made a decision when he decided to give an hour a week to charity. A conscientious seeing the road accident the motorist drove more carefully. طبعا ديت on seeing. طب ايه الفرق بين on و after هنا؟ on بتفيد اللحظية، on بتفيد اللحظية. Some drivers have a sat nav system in their cars to help them find their best route. route يعني مسار او طريق. Rami has a broken arm. دراعه مكسور. بخمن he off his bike in the race. He must have fallen. أكيد وقع. I'm going to some information about space from the internet. I'm going to download some information. Number 8. If you put a long bar of steel in water, does it sink? The question. دي facts حقائق. حطينا هنا present simple وهنا عملنا question على present simple بكلمة does. Zero case. الحالة الصفرية. To get there, you have to make outstanding achievements. لازم تعمل achievements جامدة عشان تحصل على promotion. برافو، ترقية. Wanting friends is a part of human nature. الطبيعة البشرية. لما انا اقف تقدر توقف الفيديو وتجاوب لو انت معترض على السرعة. They have just received this photo as an email attachment. Space you work harder you will fail your exam. Work harder تعمل بجد وفيل exam. ده في تضاد، يبقى unless على طول. Unless إذا لم. Lightning is dangerous but natural phenomenon. ظاهرة فينومينا، ظواهر. She didn't see her brother yesterday. He the flight very early. أكيد مشي بدري. أكيد مشي بدري. ايوه عشان كده ما شافتوش. must have left. millions of people watched that of the telecom satellite last week. watched the launch انطلاق. he lost the book him last week. الجملة دي جملة امتحان، مهما كان جملة امتحان وجت ولا 60 70 80 مش عارف اعد. island he lost the book I lent him. هو ضيع الكتاب اللي انا سلفته له. The quickest way for Samson to get to school is to a train. المواصلات بتاخد take a train، take a metro وهكذا. Does mother asked him where? Where the rabbit? يبقى فاعل وفعل ماضي. ايوه. He had been. The plant has been so that it gets lots of light. Has been positioned. تم وضعه. My uncle is a scientist. He is research into new forms of energy. Research يا ولاد يعني بحث. Doing research. Doing research بيجري أبحاث. بتاخد مجهود دي، خلي بالك. If you earlier you wouldn't have missed the train. If you بص هنا wouldn't have missed. دي ثيرد على طول.
if you had left earlier you wouldn't have missed. A person who travels daily to work, الشخص اللي بيسافر للشغل daily to work is called a commuter. Commuter يعني مسافر إلى العمل. I wish she the test successfully last year. Last year كلام past، طالما هنا في last year يبقى أنت على طول عليك وعلى had والpast participle اللي هي had past قاعدة wish. لو جالك على الماضي تختار had والتصريف التالي. Accident more frequently when the roads are busy. يحدث يعني ايه؟ occur في الامتحان اللي قبله قلت لك take place يحدث برضه. He is in English he speaks it without stopping. Fluent in English. Teachers and supervisors belong to the teaching profession. مهنة التدريس. The doctor advised my aunt not to eat sweets because she is. النصح ان هي ما تاكلش السويتس لان هي كانت مريضة سكر. Diabetic. Today paper, plastic and glass can all be used again. Can be all recycled. He wanted to know how feel about working in London. Luxor. How I would feel about. I would feel about. فاعل فعل وفعل ماضي. The statue of Ramses II. تمثال رمسيس الثاني is very important ancient Egyptian monument. Monument. أثر مصري قديم. القطعة دي بتتكلم عن الفلاورز produce a fine powder called the pollen. الأول in the second paragraph the word prevent can be replaced by. في الباراجراف الأول كلمة prevent ممكن نستبدلها بيه معايا ممكن نستبدلها بستوب يتوقف هندر يمنع بس هندر مش موجودة. This where is this text taken from. النص ده متاخد منين؟ يا ترى ساينس فيكشن بوك ولا a book about. لا a book about agriculture. ما فيش ساينس فيكشن هنا ده عن الاجريكالتشر. What is a pollinator. ايه هو البولينيتور. Why is a pollen important. Why is a pollen important. ليه البولين important. For production reproduction. بذور reproduction التكاثر وproduction food انتاج الفود. فهو all previous answers كل الاجابات. وهذا number of pollinators dropped. ليه حصل drop نزل number of pollinators. لان man made reasons يعني حاجات من سبع من صنع الانسان. man made reasons انسان. The underlying pronoun they refers to pollens اللي هي الحبات اللقاح. which is the best title for the text. ايه افضل title للتكست النص اللي فات ده. The loss of pollinators اللي هو فقدان البولينيتور. شوف number 8. How has the Indian agriculture been affected by air pollution. هنقول حصل decline انخفاض في production of fruit and. Which of the following can be best solution to the problem. ايه افضل solution. افضل solution use machines for pollution for pollinating. ألقح بالماشين. How does air pollution affect pollination. ازاي air pollution بيأثر على pollination التلقيح. Insect can smell cannot smell flowers. الانسكتس ما بتعرفش تشم الاير فلاورز. خش على ابداع الترجمة. Egypt has many amazing works of engineering of ancient engineering. ان مصر تمتلك ان مصر لديها ما هي دي هي دي الكثير من الاعمال الهندسية القديمة ايوه اللي هي ancient works of engineering وصفها من هي amazing عشان ما حدش يقول لي ده في واحدة تانية تنفع اقول له لا اقف. Man is sociable by nature so he can't live in isolation. ان الانسان اجتماعي بطبيعته لذا لا يمكنه العيش في عزلة. It's believed that man is the only creature who thinks and creates. It's believed that من المعتقد ان يبقى من المعتقد ان ده ثلاثة من المعتقد ان. Man الانسان ايوه يبقى التانية هو الوحيد الذي يفكر هو كده تمام. Living things respond to changes in their environment in different ways. Living things respond تستجيب الكائنات الحية تستجيب الكائنات الحية ايوه هما الاثنين اللي فوق دول to changes in their environment للتغيرات في بيئتها.
in different ways، بطرق مختلفة للتغيرات في مختلفة دي، ماشي؟ بطرق مختلفة أو بطرق متنوعة both right. For protection، من أجل الحماية. Some animals change colors، تقوم بعض الحيوانات بتغيير لونها. To hide in their surrounds، لتختبئ في الأشياء المحيطة بها، تمام؟ يبقى for protection لتحمي نفسها، تقوم بعض الحيوانات، تمام، بالتخفي في الأشياء المحيطة أو بتغيير لونها، change their color اللي هي اختيار رقم دي. تستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في بعض محطات الطاقة العملاقة. Solar power is used to generate electricity in some giant power stations. In some giant power station is used to generate electricity. لا energy، لا produce energy in some power stations. ما فيش giants، تبقى دي غلط برضو، تمام. In some tiny، لا لا tiny غلط. هل زرع القيم في الجيل من دور المعلم فقط؟ Is implanting values in generation. Is implanting values يبقى ايه؟ واحد واثنين وثلاثة، واحد وثلاثة واربعة، تمام. The role of the teacher، لا فين كلمة فقط؟ The role of the teacher only، هي ديت the role of the teacher only، انما only rule، وبعدين اصلا rule غلط حتى. كثرة المال لا توفر بالضرورة حلول المشكلات. Abundance of money doesn't necessarily provide happiness. النقطة اللي بعدها، لثقافة الفرد وتعليمه أثر في فكر. الترتيب طبعا مهم، طبعا هنا attitudes الأول فتبقى غلط، هنا thinking and attitudes صح، بس has an effect on. الجملة الأخيرة دي بنقول كان يحيى حقي أحد رواد الأدب المصري الحديث والثقافة العربية. يحيى حقي was one of the pioneers of modern Egyptian literature and the Arab culture. كده خلص 2013، جهز نفسك ل 2014، وخلي بالك دول امتحانين مع بعض بتوع 2014، فخليك قوي علشان تقدر تحلهم الاثنين مع بعض. وخلي بالك ان هم ان طريقه صياغه الاسئله بتاعتهم قريبه جدا جدا لامتحانك النهائي. لو عجبك الفيديو، استفدت من المحتوى، على طول شير لزمايلك.